خلينا بقى ننتقل للصحافة العالمية والمحلية والرياضية، ونروح تحديدا للبوابة نيوز، ومريم سميح زميلتنا العزيزة موجودة هناك. ومريم طبعا بونجور، صباح الفل في البداية، ومعاكي ملفات مهمة جدا سواء خاصة بالتنس أو بكرة اليد أو حتى ملف ميسي، لأن دلوقتي الحديث يعني مطول حول مستقبل ميسي. طبعا هو زي ما احنا عارفين عقده هينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وهل هو هيجدد ولا هيعود مرة تانية زي ما الرومرز أو الإشاعات بتقول إن هو ممكن يعود لبرشلونة مرة أخرى؟ نعرف منك، تفضلي. صباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. طبعا زي ما انت قلت يا نهاوند، هنتناقش في كل عناوين اللي انت ذكرتيها، والحقيقة ان هي فعلا ملفات في غاية الأهمية. وهيكون معانا طبعا الحديث عن ميسي وعن فكرة عودته من عدمها لبرشلونة، وهيكون آخر خبر معانا في جولتنا النهاردة. ولكن خلينا نبدأ طبعا ببطلتنا، بطلة التنس ميار شريف، والعنوان الأول من الشرق الأوسط: احتفاء مصري بأول لاعبة تفوز لقب احترافي في التنس. تتواصل طبعا في مصر حالة الاحتفاء بلاعبتنا أو بطلتنا ميار شريف، لاعبة منتخب مصر للتنس، طبعا بعد تتويجها ببطولة بارما في إيطاليا، واللي أقيمت طبعا أو بطولة بارما المفتوحة للتنس، واللي أقيمت طبعا في إيطاليا في الفترة من 24 سبتمبر وحتى أول أمس، انتهت أول أمس الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري. طبعا يعني يمكن على رأس هذه الاحتفاءات كان تهنئة وزارة الخارجية المصرية، وطبعا يمكن كمان خلال الساعات القليله الماضيه او الايام القليله الماضيه يمكن تصدرت ميار شريف جميع الترندات او كمان مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا فازت ميار شريف المصنفه 74 عالميا في المباراة النهائية على ماريا ساكاري، طبعا المصنفة السابعة عالميا، بنتيجة 2-0، لتصبح أول لاعبة مصرية تفوز بلقب إحدى بطولات اللاعبات المحترفات للتنس، محققة إنجازا تاريخيا مشرفا للرياضة المصرية والعربية. وتقدمت ميار 25 مركز في التصنيف العالمي لسيدات التنس، ووصلت إلى المركز 49 عالميا بعد تتويجها باللقب، وكان أفضل مركز حققته في مسيرتها طبعا هو 44 عالميا، وكان ذلك في يوليو الماضي. وهي طبعا زي ما احنا بنقول دلوقتي ان هي يمكن تجاوزت هذا الرقم في بطولة بارما في ايطاليا. السفير طبعا احمد ابو زيد كتب على حسابه الرسمي على تويتر مهنئا ميار شريف بالبطولة، انجاز رياضي جديد لمصر، الف مبروك ميار شريف التتويج كاول لاعبة مصرية تفوز بلقب 250 WTA في دورة بارما الايطالية للتنس، فخر مصر وانا نموذج لجيل مصري جديد سوف يصنع المعجزات. من موقع يلا كورة، وتاني عناويننا النهاردة: قبل 3 أشهر من مونديال اليد 8 محترفين مصريين يبدعون في الملاعب الأوروبية. 3 أشهر فقط طبعا بتفصلنا على انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023، واللي ستقام في السويد وبولندا، وهي المسابقة التي يأمل المنتخب المصري في الوصول لأبعد نقطة بها بناء طبعا على نتائجه في الفترة الماضية. طبعا يمكن عارفين أن منتخب مصر لكرة اليد حقق نتائج كلنا الحقيقة كنا يعني فخورين بها بشكل كبير جدا خلال الفترات الماضية في البطولات المختلفة، وشهدت الأسابيع الماضية طبعا انطلاق الدوريات المحلية في أوروبا، وكذلك بطولة دوري الأبطال الأوروبي، حيث ينشط 8 لاعبين محترفين مصريين في 5 أندية أوروبية مختلفة. خلينا يعني نذكر أهم اللاعبين أو ال8 لاعبين المحترفين المصريين في هذه الدوريات. طبعا حارس المرمى محمد الطيار مع لايبزيج الألماني، يمكن تصدر محمد الطيار المركز 25 في لائحة أفضل حراس المرمى في الدوري الألماني. يمكن أيضا الحارس المرمى محمد علي مع سيفن طبعا أو نادي سيفن لكرة اليد، يمكن تصدى ل 44 تصويبة في 5 مباريات. طبعا الثنائي يحيى خالد ويحيى الدرع في نادي فيبزريم المجري، طبعا يمكن يحيى خالد سجل 15 هدف في 3 مباريات، ويحيى الدرع 15 هدف في 4 مباريات. طبعا يمكن طبعا محمد سند في نادي نيم الفرنسي سجل 31 هدف في 4 مباريات، احمد هشام ايضا في نفس النادي نيم الفرنسي سجل 25 هدف في 4 مباريات، علي زين طبعا في دينامو بوخارست الروماني سجل يمكن 9 أهداف في 3 مباريات، ومحمد ممدوح هاشم في نفس النادي او نادي بوخارست الروماني سجل 4 أهداف خلال 2 مباراة.
اما بقى يمكن من البوابه سبورت، اكيد عنواننا بيتكلم عن طبعا يعني البريمير ليج بعد الجوله الثامنه، ويعني ابرز هدافي الدوري الانجليزي. ويمكن يعني يمكن هوندا قبل الجوله الصحفيه يمكن انا سمعتك بتتحدثي عن هالاند وفكره تحقيقه ارقام قياسيه، والحقيقه فعلا يعني ان كل متابعي الكره المصريه بيتكلموا عن هالاند والكره العالميه ايضا، او ايضا في مصر يمكن هالاند كمان تصدر يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفتره الماضيه بعد تحقيقه انجازات يمكن لم يسبق ان هي او في لاعب حققها قبل كده. خلينا بقى يعني نبرز او نقول هدافه الدوري او ترتيبهم بعد الجوله الثامنه في البريمير ليج في من العنوان الثالث من البوابه سبورت، هدافه الدوري الانجليزي بعد نهايه الجوله الثامنه، هالاند يصنع التاريخ. طبعا تالق العديد من النجوم في الجوله الثامنه من الدوري الانجليزي الممتاز، وكان ابرزهم هذا الاسبوع طبعا الدولي النرويجي هالاند والانجليزي فودين، واللذان سجلا ثلاث اهداف هاتريك لكل منهما خلال انتصار مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد. وطبعا جاء ترتيب ابرز هدافي الدوري الانجليزي كالتالي: هالاند طبعا في نادي مانشستر سيتي 14 هدف، هاري كين في توتنهام هوتسبير 7 اهداف، الكسندر متروفيتش في فولهام 6 اهداف، فودين في مانشستر سيتي 5 اهداف، وجيمس ماديسون في ليستر سيتي 5 اهداف. اخيرا بقى، والحديث طبعا عن ليونيل ميسي من موقع كوره تشافي عن عوده ميسي: هو بخير في باريس وكذلك نحن. طبعا كشف تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونه عن موقفه بشان عوده ليونيل ميسي لصفوف نادي برشلونه مره اخرى طبعا في الموسم المقبل. طبعا عايزين يعني نفكر مشاهدينا انه رحل ميسي عن برشلونه بعد انتهاء عقده او في صفقه انتقال حر في صيف 2021، ده طبعا بعد ما فشل كل المحاولات في فكرة استمرار ميسي في صفوف برشلونة، لأن طبعا كان في هذا التوقيت عقب طبعا جائحة فيروس كورونا كان في عدد كبير جدا من الأزمات الاقتصادية اللي ضربت طبعا نادي برشلونة، وكان في طبعا مشاكل كبيرة جدا بشأن المرتبات الخاصة بلاعبي نادي برشلونة، وهو ده اللي منع ميسي من الاستمرار في صفوف الفريق. طبعا يعني يمكن ينتهي طبعا عقد ميسي في باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاي، وارتبط اسمه مع اقتراب انتهاء عقده في باريس سان جيرمان بعودته مرة أخرى لصفوف برشلونة. ولكن يعني كان لتشافي رأي آخر، أو يمكن ما كانش ليه تصريحات صريحة بشأن هذا أو هذه العودة، وقال تشافي في المؤتمر الصحفي طبعا لمباراة فريقه المقبلة ضد انتر ميلان، قال: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن عودة لي إلى برشلونة، إنه صديقي وهو بخير هناك وكذلك نحن بخير هنا. وكمان أضاف أنه برشلونة بيت ميسي أكيد، ولكن شايف أن الجمهور أو يعني فكرة كل المتسائلين عن فكرة عودته مرة أخرى، هو قال لهم أن هم يسيبوه ينعم بهدوء، لأنه هو حاليا يعني بيعيش فترة جيدة في نادي باريس سان جيرمان ويواصل الاستمتاع بها، وأنه يعني يمكن ده ليس الوقت المناسب للحديث عن عودة ميسي مرة أخرى لصفوف نادي برشلونة. طبعا دي كانت جميع عناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء في جولتنا الصحفية من 10 الصبح في الأهلي. بشكرك جدا يا هواند، الكلمة ليكي مرة أخرى. أنا يا مريم بشكرك جدا، ويعني خليني بس أسألك قبل ما خلاص تذهبي، يعني أسألك عن الحالة المرورية وضعها إيه؟ أنا وأنا جاية الصبح كانت الحالة المرورية جيدة جدا، بس ده بيبقى في الساعات الباكرة زي ما بيتقال، بس قولي لنا الوقت دلوقتي أخباره إيه في المحاور المختلفة لو تقدري. لا يمكن هضم صوتي لصوتك انا هوند، الحقيقه فعلا ان هي الحاله جيده جدا في جميع المحاور وكمان الطرق الرئيسيه. يمكن كان في زحام شديد اول امس طبعا الاحد، وهي بدايه عوده المدارس مره اخرى 1 اكتوبر، ولكن الحقيقه ان يمكن كان في درايه او علم كبير جدا بالطرق الجديده اللي تم يعني فتحها خلال الفتره الماضيه، وده اللي خفف يمكن الكثافات المرورية في عدد كبير جدا من المحاور الرئيسيه. والحقيقه ان النهارده جميع المحاور الرئيسية أو يمكن الطريق اللي أنا كنت موجودة فيه كان الحقيقة فيه سيولة مرورية كبيرة جدا. رائع جدا، بشكرك مريم على هذه التغطية الأكثر من رائعة صراحة، شكرا ليكي جدا.